كيف نعرف أي ثقافة في العالم ونميزها؟ بالتأكيد عندما نسمع أغانيها. الغناء دون أي شيء آخر في الثقافة يعكس إنسانيتنا ومشاعرنا ويجعل الآخرين يحبونا، وهذا هو الهدف من عرض مسرح الكرنفال. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. الغناء والختام الكرنفالي. أولاً الغناء. بعد المسيرة وبعد أن تنتظم المجموعة في صفين في البداية، يبدأ العرض ببانوراما غنائية وموسيقية من الثقافة المحلية كالنوبية أو الأمازيغية أو الريفية إلى آخره. من الممكن أيضاً اختيار أغاني تعبر عن عمر المجموعة إذا كانوا شباباً أو أطفالاً أو كباراً. قوموا باختيار مقاطع غنائية قصيرة ومتعددة وقوموا بأدائها مصاحبة لحركات الراقصة بسيطة. يمكن لفرد أو اثنين أن يدخلوا داخل الخط للرقص أو الغناء. ثانياً، في وسط العرض بعد 4 مشاهد من الكرنفال يؤدي الصفين أغنية تتعلق بالمشكلة الاجتماعية التي قمتم باختيارها للعرض. هذه الأغنية قوموا بكتابتها وتلحينها سويا. ثالثا، كونوا مجموعة صغيرة من أفضل الذين لديهم مواهب موسيقية وغنائية في المجموعة تكون مسؤولة عن الغناء والموسيقى. رابعا، تكون المجموعة الموسيقية اقتراحات للموسيقى التصويرية المصاحبة لكل مشهد. عموماً على المجموعة الموسيقية أن تضع في حسبانها أن العرض يتم في الشارع، لذلك عليها اختيار الآلات المستخدمة بما يتناسب مع ذلك، ويفضل آلات الإيقاعية وآلات النفخ. الختام الكرنفالي هو أكثر الأجزاء بهجة في العرض. يتم ختام العرض برقصة واستعراض كرنفالي مع بعض من حركات السيرك البسيطة. يجب أن تكون الحركات آمنة وغير مبالغ فيها، كما يمكن استخدام بعض الإكسسوارات المبهجة ثم حركات بسيطة لتشجيع المتفرجين على الرقص والغناء بصوت مرتفع. بعد ذلك خذوا صورة مع المشاهدين ثم افتحوا حوارا معهم حول ما شاهدوه. من المفضل أن يقوم بالحوار أفرادا آخرين من المجموعة لم يشاركوا في العرض بشكل مباشر وقاموا بأدوار أخرى كتأمين المجموعة أو الاستماع إلى تعليقات المشاهدين. يجب أن يكون الحوار ودياً ولا يحوي خلافاً حاداً ولا يؤثر على الانطباع الجيد للعرض. دائماً في النهاية اشكروا المشاهدين وادعوهم لعمل كرنفالهم الخاص. والآن إذا كنتم متحمسين يمكنكم عمل كرنفالاتكم وتصويرها، أرسلوها إلينا وسوف نقوم بنشرها والحديث عنها.